إذن في الآيتين نجد أن الحوريات أترابا. الأتراب هم الصديقات، يعني ولله المثل الأعلى، يعني زي المضيفات داخل الطائرة، يعني هم للخدمة وللكذا، لكن لا يمنع أن يكون الطاقم الخدمة في الطائرة هو إناث، لكن لا يعني أنه كل راكب طائرة بده يتزوج وبده يصير عنده كذا، هو فقط عبارة عن مرحلة عابرة أخذ خدمات يعني حسب الجو. فالحور العين في الجنة أقرب ما يكون إلى الدليل السياحي ليكون. فقال تعالى أترابا، الأتراب هم الصديقات، نقول يلعب الولد مع أترابه، لا نقول يلعب مع زوجته. لذلك يعني لا يمكن لأي مخلوق أن يأخذ أنثى أو يتزوج من صنف آخر. يعني الإنسان الآدمي بده آدمية، الجني يتزوج جنية، يعني الغزال يتزوج غزالة، يعني الطائر الحمام يتزوج حمامة، كتوازن إلهي وكسنة إلهية. فلا يمكن، طبعا الحوريات هن صرف من صنف الملائكة، يعني هم أقرب ما يكون إلى الملائكة. الإنسان ابن آدم يحتاج إلى إنسانة آدمية، لذلك الزوجة سوف تدخل معه إلى الجنة وليست هي مقيمة في الجنة وهو سيذهب إليها. قال تعالى صراحة أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، لم يقل أدخلوا الجنة أزواجكم بالانتظار أو زوجاتكم بالانتظار. أما حينما قال وزوجناهم بحور عين لا يقصد الزواج عن طريق الأجسام. أوضح تعالى هذا النوع من الزواج، قال وإذا النفوس زوجت، إذن هو زواج فكري وليس زواج للأجسام. لذلك لكل زوج زوجة واحدة آدمية. لكن يقول لنا كثيرا طيب فرضا أنا لا أريد زوجتي في الآخرة، أو هي تقول لا أريد زوجي في الآخرة، فهل هو أيضا إجباري؟ قلنا الموضوع جدا يعني الله وضع الحلول كلها بالكامل وفصل كل شيء. قال تعالى يعني لهم فيها ما تدعي أنفسهم، يعني إذا إنسان أو إنسانة زوجة يعني لم يعجبها أو لم تعجبه لأسباب كذا وكذا وكذا، الله يقول له نغير لك المواصفات نفس الزوجة في حسب ما تريد، ويقول الزوجة نغير لك مواصفات الزوج حسب ما تريدي. يعني فهل داعي أنه لإحضار زوجة أخرى؟ قال له خلاص